Feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, معكم عمر, واليوم جايب لكم مقطع في سكاي وورز سولو. والمقطع ذا هو ما حيكون يعني نفس هذا, حيكون تحدي نفس المقطع اللي فات, تحدي من شخص. التحدي هو انه ما تلبس ولا ارمور بس التشيست بليت. يب, تحدي صعب جدا, بس ان شاء الله نكون قده ان شاء الله ان شاء الله. انا طبعا لبست دي بالغلط. نبي سيف, نبي سيف 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 سيف. اوكي تمام, طور طور طور. انا احس لو اني اطور الشسبلت بروتكشن 3 افضل, لانه هو درع واحد. اوكي, اوه ليه لا تيمات في السولو. طيحته والله اني ليجند. لا اوه يما يا ابوي, خلاص مستحيل اقتله كذا, المشكله ذا. طيب يرحم امك. ايه طبعا, بس دقيقه عندي كلام مهم بقوله. يا اخي ابعد عن وجهي. حط ريجن يا اخي. انا لا 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 لا, لا. ايوه يا اخي من وين. طيب نخش الجيم اللي بعده. هذا الجيم في ماب نفسه دروفن, ماب ثاني مو جديد. المهم في شيء نسيت اقوله, اللي هو حق التحدي. لما تكتبوا تحدياتكم اكتبوا معها العقبات وعدد المحاولات, عشان يعني انا ما احس. ويب يب يب, بس هذا يا ابوي هذا الكيت يعطيني. قولي لا تقولها, ما في شيست بليت. يا عيني يا عيني. اوكي اظن اني تورط. مشكله يا اخي, لما هو درع واحد وما يحطوا لي اياه. يا اخي مشكلة, كل الناس بيترقصوني عشان ما عندي ارمو. مت انا. اوكي نشوفكم في الجيم الثالث. ايه ورجعنا بالمحاولة الثالثة. وش ناخذ كيت افضل؟ اتوقع الارمور سميثينج. ان شاء الله ان شاء الله يطلع شست بليت. لو ما طلع ايوه انا في افضل حالاتي دحين. هذه افضل حالة, بس نبي بلوكات سريع سريع قبل الناس. خلاص كذا طلعوا لي سيف دايموند وطلعوا لي تشيست بليت. يعني دحين او لا نفس خل المت. كويس انه ما حد جاني عشان ما يصير غش. اوكي يعني طلعوا لي كل حاجه في شيست واحد, بس صعب برضو صعب. والله صعب, جربوا. مت. لا 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 تبي تعرفوا معنى مقولة مات من الخوف؟ اوكي شوفوا. لا يا ابوي ايش التارجت؟ يقطع ابو التارجت ليش؟ طب ليه 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 ذا التارجت ليش؟ والله حركات ما لها داعي. اوكي شوفكم في الجيم الرابع. اوكي رجعنا لكم بالمحاولة الرابعة. والله يستر الله يستر. التحدي شبه مستحيل في سكاي وورز, والله شبه مستحيل, مرة صعب. اوكي مدير نحاول. اتوقع المفروض يكون نظامي, انا اهبل, هذه مشكلتي. المفروض يكون نظامي على ذا التحدي كلنا. طب روح تكفى. المشكلة اذا اخذوا الشستات اللي في النص والله ما حقتلهم. ايوه خلاص انا متنا 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 متن
يا حبيب. ايوه ايوه كلين اب. لا 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 مو كلين اب. خلاص خلاص مو كلين اب، مو كلين اب. تكفى. افقع 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 ولا افقع يا اخي. تكفى تكفى تكفى. فكري 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 فكري. يرحم امك يرحم امك يرحم امك يرحم امك يرحم امك يرحم امك. شكله حيصير التحدي طيحهم من العالم. لا لا ايوه. طب ليه ليه لحقت ليه لحقت ليه لحقت. روح للثاني يقطع ام الحقد وربي مبزره. طاقوا يا عيال ارحم امكم. ايوه ايوه اغدر فيه اديله على يلعن خريشو. اوكي نشوفك في المحاولة الخامسة والأخيرة. اوكي باك وعدنا بالمحاولة الأخيرة. الله يستر. آخر محاولة آخر محاولة. طيب اتوقع كذا كيف. يا ليل. اوكي اخي صعب صعب التحدي على الاقل. طب اخي حط سروال معاه بس بلايت العالم. لا 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 مستحيل مستحيل. اوكي حاولنا يا رب يطلع لنا شيء قوي كذا يفزع لنا. ايه الورطة. ايوه كلين اب كلين اب. فرصتي فرصتي فرصتي. لو ما قتلته دحين ما راح اقتله. لو ما قتلته دحين ما راح اقتله بعدين. يس امه يرحم امك. ابعد عني امه. والله لو مت راح ابكي. معي كم ايروز؟ 30. اوه ابعد 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 يا ولد. ابعد ابعد يا ولد. معليش يا عيال خواف ماني خواف. اللي يصير ليه؟ لا 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 انا اهبل احد. ايوه بيموت. ايوه كفو 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 يلقى. والله اني كفو قناص انا. دقيقة وين راح وين مات؟ هنا صح؟ والله خايف انزل والله بس ما خليها. اتوقع بروتكشن 3 اقوى اتوقع. اطلع 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 اطلع. اوه اخر محاولة اخر محاولة يا عيال. يا اكون او لا اكون اكون او لا اكون. يا رب الباقي منو. هذا شكل نوب. المشكلة الأسهم قليلة بالعدد. محسوبة علي كل سهم. دقيقة أتوقع النص فيه له أسهم. بس أنا هذه ما نبغاها رخيصة قدام ذي. أوكي. ما في أسهم للأسف. ف يبغالي اركز على كل سهم احطه او ارمي. انا يا ليل. اوه لا يكون فوق هذا. اوه دقيقة يا واد انا مخروش من نفسي شكلي. يا ستيف يا عم ستيف ابعد. اخ خلاص خلاص المفروض تستحي على دمك. يس الله الله الله. اي كان اي كان اور اي كانت. يلا ما ادري ايش قلت انا بس مخروش مخروش. باقي اخر واحد اخر واحد يا عيال. والله تحدي صعب.
هذا هو هذا هو. اكون او لا اكون. تكفى. لا ياخذ الصناديق اللي في الوسط. لا. لا ارمر قوي. لا لا تحطم خلاص. لا لا تكفى. ايوه. مع اندربير كمان. لا. اوه. طب ايش الحل؟ الحل طيح من العالم اتوقع، ما في حل غيره. والله انا محشور في وضع لا احسد عليه. وير ار يو؟ انا خشبة، انا ماني موجود. هي الحل الوحيد الغدرة. شافني. لو جاني ول. اوكي سوينا التحدي، ما ادري كيف سويناه بس سويناه. اوكي المهم انا وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم. اهم شيء تكتبوا لي كمان تحدياتكم ومع العقابات وكل شيء، وهل تشوفون انا محظوظ او لا. اكيد انا محظوظ بس ضبط الحظ معي الحمد لله على اخر محاوله. يب لا تنسوا تكتبوا التحديات بالعقابات بعدد المحاولات، وعدد المحاولات اهم شيء ما تكون اقل من 3 لانه حسها ما هي عادل. المهم يب نشوفكم على خير. لا تنسوا لايك سبسكرايب فيفرت. السلام عليكم.